عليكم حبابنا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الاتي كتسلم عليكم وقالتكم راه توحشتكم بزاف. هيك الاتي الاتي كاكي شم داتي اخوتي، سمحوا لي نشوف واحد القضيه ونرجع لكم. السلام عليكم حبابنا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى النهار يدوز عليكم على خير وبخير يا ربي ومنين الكريم. والاتي توحشتكم وقالت لي والو نديرو فيديو ماما في هذا الليل، كنت سمع لها شنو هذا معطل الله يا خوتي. اش نقول لكم، ليليا درتها بلاصه الاء، والاء قعدت تبكي بغات تنعس هنايا، هانتوما كتشوفوا سطيه نعست، درت لها خاطرها ومصبح هي تبكي وليلينا هيا هيا مسكينه نعست هنايا، نعس على كريشه ديال كتسلم عليكم كتقولكم ان شاء الله نغلط شي شويش ونبان لكم ان شاء الله باذن الله. دابا نخليوكم مع الاتي غتبدل حويجاتها وقالت لكم شنو رايكم في المايو اللي شريت جديد باش تعوم به ان شاء الله في البحر. غتلبسي المايو؟ لبسو، يلا لبسوا المايو ونرجع لكم ان شاء الله، خليكم معنا ياك الاء، يبقاو معنا يلا قولوا ليتس يلا خليكم معنا اخوتي. ثم اخوتي المايو كي جاكم المايو ديال الاتي، مايو ليكوت، سمحوا لنا اخوت راكم عارفين الاتي. وتكلميني لهم باش غدا ان شاء الله نمشيو لابلاج. شوف شوف لبستو لي غير بزز، شوف سبحان الله العظيم هاد التحيمه اللي فيها، شوف كي دايره بيضه، شوف هاد التحيمه اللي بانت ليكم سبحان الله العظيم، التحيمه عند باها خرجت هي سبحان الله. الاتي الاتي هاي هاي هاي، نمشيو نديرو عومه، نمشيو للبحر ولا لابيسين؟ الا الاتي يلا اخوتي باش ما كاين ان شاء الله. راه الاء اليوم هي ديالها الفيديو، هي ديالها، غادي نبدلو ليها الحويجات ونلبسو لها كسيوات اللي غادي تمشي بهم لابلاج، واختاروا لنا اين اللوين اللي غادي تمشي به لابلاج. نبداو باللبسه الاولى ياك الاء، نلبسو اللبسه الاولى ونشوفوا رايكم، خليكم معنا الاء. دي ميبه ديالي ها نتوما، هاد اللبسه ديالها الاولى قالت لكم شنو بان لكم واش تلبس هادي ياك الاء. هاد اللبسه ديالها وهي هي ديال لابلاج. الاء شنو بان لك؟ لبسو هادي، لبسو هادي ها الاولى، شوفوا الثانيه ياك يلا دير لهم بيزو، دير لهم بيزو الاء، دير لهم بيزو، دير لهم بيزو يلا خليكم معنا في البيتزا الثانيه. انتما اخوتي جلست في كرسي جلست في كرسي باش ما تبقاش تحرك. انتما برافو الاء، برافو زوينه زوينه، قالت لكم الاء هالبيسه الاولى نشوفوها كيف عامله وكي جاتكم، ونشوفوا البيسه الثانيه باش ان شاء الله باذن الله نفايلوا على البحر نمشيو ليه، حيت مع ليليا ما تنساليوش ان شاء الله تبقى مع ميمه ديالها ونمشيو للبحر ياك الاء يلا خليكم مع البيسه الثانيه ياك الاء، دير لهم باي 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 البيسه الثانيه الاتي بيبا ديالي، هاي هاي الزاز، الزاز ديال الاء ويلي، هادي بغاتي المايو الاء شوما برافو برافو الاتي غاتمشي لابلاج هاي 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 غنسني هاي 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 لوجات يا الميمة يا دعيب الخير صورتك هي كتسمع هاد الأغنية سفيان كتمشي تجري برافو الاء صافي زوينة هادي، خليكم معنا أخوتي نشوفو التالتة كيفاش جاتكم يلا الاء الاء نحيدوها نشوفو حاجة أخرى يلا خليكم معنا يا الاتي يلا تنقول ثلاثة كتهز الكسوة يلا شوفوا الزاز ديال بنتي هاي 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 الاء صافي هاد الكسيوة واقيلا هي اللي بانت لي تا انا
مع العلم وليلا واش نتوما بانت ليكم جات اصوغتي مع المايو ياك الاء زوينه الاء تي تا الاء خصنا ناخذو بالري ديالها انا عجبني هاد الكسيوه هادي جات مع المايو ديالها وغادي نمشيو للبحر ونشوفوا اجواء الالاء ديالي كيفاش غادي يبان لها البحر عمرها ما عامت في البحر ما كتبوش على الله ان شاء الله نديرو شي وقيته وغادي نديوها وتشوفوا الاءتي كتعوم حتى هي الاءتي الاءتي فيفا ديالي الاءتي فرحانه الاءتي جات تمشي للبحر ياك الاء مشيو بحر مشيو للبحر لالا يخطيكم اخوتي وتنبغيو نبارطاجيو معكم اي حاجه والاءتي راه عاجبها الحال شرينا لها المايو هي عاجبها الحال وان شاء الله باذن الله فاش نمشيو للبحر عاود غادي نديرو لكم واحد الفيديو الاءتي كتعوم ياك الاء وكنشكركم كاع على الفيديو اللي حطيت فيه كسيوه للبيت وايا اللي ربحت طبعا وايا كانت ديال حمزه هي كسوه اللي اختار ليا ومع عليكم دابا هي تكتبوا في كومونتيرات شنو يحكم عليا صراحه قلت وعدتكم قلت لكم اللي غادي يربح هو اللي غادي تختاروا ليه نتوما شي حكمه وداك الساعه ان شاء الله باذن الله غادي يطبقها غادي يقولها ليا ونطبقها عفوا انا حيت انا اللي خسرت وما علينا ان شاء الله ودائما بالجديد وعطيونا افكار وحنا معاكم وتنديروا ما امكننا نتوما عائلتنا تنبغيو اي حاجه نبارطاجيوها معاكم ونجمعوا معاكم ونحاوروكم وتجاوبونا في كومونتيرات اللي خداكم علينا وعلى الفاكسان اللي درت الحمد لله صافا هي انايا ما عمرتش بها راسي هي جيت ارتاحت واحد نص ساعه ونط راكم عارفين الدار شويه هكا وشويه هكا بغيت نستعد ليا شويه حيت انا الصراحه الا مشيت درت شي حاجه في بالي الله يستر تبقى في بالي حتى تنمرض بغيت نستعد ليا شويه ونتلف شويه وداك الساعه الحمد لله دازت بسلام لحد الان الحمد لله بخير وعلى خير وان شاء الله باذن الله لالي خطاكم اخوتي وتنبغيو نبارطاجيو معكم اي حاجه والاءتي راه عاجبها الحال شرينا لها المايو هي عاجبها الحال وان شاء الله باذن الله فاش نمشيو للبحر عاود غادي نديرو لكم واحد الفيديو الاءتي كتعوم ياك الاء وكنشكركم كاع على الفيديو اللي حطيت فيه كسيوه للبيت وايا اللي ربحت طبعا وايا كانت ديال حمزه هي كسوه اللي اختار ليا ومع عليكم دابا هي تكتبوا في كومونتيرات شنو يحكم عليا صراحه قلت وعدتكم قلت لكم اللي غادي يربح هو اللي غادي تختاروا ليه نتوما شي حكمه وداك الساعه ان شاء الله باذن الله غادي يطبقها غادي يقولها ليا ونطبقها عفوا انا حيت انا اللي خسرت وما علينا ان شاء الله ودائما بالجديد وعطيونا افكار وحنا معاكم وتنديروا ما امكننا نتوما عائلتنا تنبغيو اي حاجه نبارطاجيوها معاكم ونجمعوا معاكم ونحاوروكم وتجاوبونا في كومونتيرات اللي خداكم علينا وعلى الفاكسان اللي درت الحمد لله صافا هي انايا ما عمرتش بها راسي هي جيت ارتاحت واحد نص ساعه ونط راكم عارفين الدار شويه هكا وشويه هكا بغيت نستعد ليا شويه حيت انا الصراحه الا مشيت درت شي حاجه في بالي الله يستر تبقى في بالي حتى تنمرض بغيت نستعد ليا شويه ونتلف شويه وداك الساعه الحمد لله دازت بسلام لحد الان الحمد لله بخير وعلى خير ما علينا اخوتي تنخلي لكم الانستغرام دائما عندي فلاشين ديالي باش نحاوروا ونتحاوروا بعضياتنا وكاع لي ميساجات لي تنصيفطوا ليا راه تنجاوبكم عليهم طبعا ولله يخطيكم علينا وتنشكركم بزاف وكاع الناس اللي تنتلاقاو معاهم تكبروا بينا شرف لينا لله يخطيكم علينا وش نقول لكم تنصلي لكل عاطي الله سلامون مع ليليا والاء عرفتي شنو الاء ما كانش كتفيق مع 4 الصباح ولا تتفيق لي مع 4 الصباح ما فهمتش علاش هي تتغوت الاخرى ليليا تنعطيها الضاعه ديالها كتفيق لي الاء كت واخا كتفيق كنعطيها سكاته كتنعس لا السيده بغات الضاعه ولا تتبغي ليا الضاعه باش تنعس تشوف اختها تتاخذ الضاعه تتبغي حتى هي الضاعه الحمد لله زعما ما بقاش معاها شي مشكل تبغي بنتي اللي ليا بزاف هي تشوفها كتفرح بها ما كاينش زعما شي مشكل
وهي فرحانه. الاتي الاتي بيبا ديالي الاتي الا. قول لهم باي باي. باي باي الا. الا الا بغيت نتهنى منها تنخشيها في هذيك البلاصه راه اللي فيها ماشا وتنتهنى الصراحه. تسقاش تحرك الصوت لاله فاخيته ليليا. الله يسمح لنا من حق الوالدين. هي الصراحه صعيبه بزاف كيفاش يلا جبتها ورقيب بقى مسكينه. عرفتي واحد المنظر غريب وحق الله. ما عمرني كنت نتوقع زعما غادي نبدل شي بيبي بحال هكاك. داك اش نقول لكم داك الكيلوات صغير. اش من كيلو 800 دابا كيلو 800 باقي ان شاء الله باذن الله غادي نديرو الكونترول عند الطبيبه. وقالت لينا حتى تولي فيه عندها 2.5 كيلو عاد باش نديرو لها الفاكسان الاولى. وداك الساعه ما بقاش خايفه بحال دابا. عندها كوم وهذا بعدا كوم شويه بعدا المناعه شويه داك الفاكسان تتعاونها وتتساعدها. شو قالك كيفاش هي الدنيا. شوف اخوتي شوف شوف علاتي وعلاتي 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 شوفوا هاد الصبايب تعيش شحال مزيون. شوف الصبايب ديال الاباتي اش كديري ما شاء الله. ديما الوليدات فيهم الروينه. الا مشيو بحال مشيو بحال خوتي. ما نطولوش عليكم ولا لي خطاكم علينا. وتبارك الله عليكم على الكومنتيرات ديالكم لي ميساجات ديالكم كيفرحونا. تشكركم بزاف. يلا خويا باي عليكم الله يعاونكم.